تمارين صفحة 35 بما يتعلق في مجموع أول حدا متتاليا في متتالية حسابية. لدينا السؤال الأول، يقول السؤال الأول: أوجد مجموع الحدود العشرة الأولى من المتتالية الحسابية التي حدودها معطاة بالشكل 5 هذا الحد الأول، 7 الحد الثاني، الحد الثالث 9 وهكذا. إذن الحد الأول A1 5، الحد الثاني A2 7، الحد الثالث A3 9. المطلوب أوجد مجموع الحدود العشرة الأولى من المتتالية الحسابية. طبعا نحن جميعنا يعلم أنه يوجد لقانون مجموع إن حدا أو أول إن حدا متتاليا في متتالية حسابية يوجد قانونين. برأيكم راح نطبق القانون الأول أم القانون الثاني؟ هل أحد لديه إجابة طلاب؟ القانون الثاني. ممتاز. الثاني؟ لأننا علمنا الحد الأول وسنعلم الأساس من شكل هذه المتتالية. طلاب لدينا الحد الأول ماذا يساوي؟ أي واحد ماذا يساوي؟ 5. ممتاز. ممتاز. الأساس دي ماذا يساوي؟ هو الفرق بين حدين. 2. ممتاز. 7 ناقص 5 والذي يساوي 2. لدينا الحد الأول 5 والأساس دي يساوي 2، معناته راح تطبق القانون SN التي تساوي N على 2 بفتح قوس 2A1 زائد M ناقص 1 BD. أعلم أن الحد الأول يساوي 5 والأساس دي يساوي 2. انظروا جميعا إلى الحل. لدينا الحد الأول A1 يساوي 5 و D يساوي 2، ومطلوب مجموع الحدود العشرة الأولى، معناته N يساوي 10. نعم، مجموع الحدود العشرة الأولى معناته N يساوي 10. مثل ما قلت نطبق قانون المجموع الثاني SN التي تساوي N على 2 ب2 A1 زائد ناقص 1 BD. لاحظوا طلاب، نحن حلينا المثال أوجد مجموع أول 20 حدا. المثال انظر، المثال محلول أو حليناه على أساس أنه N أول مجموع 20 حدا، يعني صار مثال آخر أوجد مجموع الحدود العشرين الأولى. ما في مانع، نعم، يعني صار سؤال آخر. انظروا جميعا، أخذنا إن يساوي العشرين، عوضنا إس عشرين، عوضت الإن عشرين في قانون مجموع الحدود، إس عشرين يساوي عشرين على 2، يعني إن على 2، لاحظ القانون مشان نتذكره مع بعض، إن على 2 ب2 أي 1 زائد إن ناقص 1 بدي، أليس كذلك؟ لاحظ الان 20 على 2 بدنا نعوض ان 20 والتي تساوي 2 اي 1 يعني 2 ضرب 5 زائد الان ناقص 1 20 ناقص 1 بي دي يساوي 2 يعني ضرب 2. عمليات حسابية مو اكثر، اس 20 مجموع 20 حد، 20 على 2 تساوي 10 ضرب 2 ضرب 5 10 زائد 20 ناقص 1 19 ضرب 2. ما بننسى انه في عندنا اولويات في العمليات الحسابيه، الحد الاول اولا او في الاولويات نحسب ما داخل القوس ثم نحسب الضرب والقسم ثم الجمع والطرح. 19 ضرب 2 38 زائد 10 48، حسبت ما داخل القوس، ما داخل القوس بضربه ب 10، 48 ضرب 10 والذي يساوي 480، اي ان اس 20 يساوي 480، اس 20 يساوي 480. طبعا طلاب في سؤالنا يريد مجموع اول 10 حدود، اس 10 تساوي نفس القانون اللي هو ان على 2 ب 2A1
زائد n ناقص واحد بدي. خلينا نحل لما يكون المجموع 10 فقط، بدي اعوض بدال ال 20، قديش راح اعوض مشان اوجد ال 10 حدود؟ ال n ايش قد راح نعوضها؟ هل احد يقول 10؟ ممتاز، 10 مشان يصير مثل مثال الكتاب، 10 على 2 بفتح قوس 2 ضرب 5 زائد 10 ناقص 1 ب 2 وبسكر القوس عمليات حسابي، 10 على 2 5 ضرب، ما بنسأل هون في عندي ضرب، 2 ضرب 5 10 زائد 10 ناقص 1 9 ضرب 2 18. لحظة طلاب، 10 زائد 18 28 ضرب 5، يعني 5 ضرب 28، لاحظ 5 ضرب 8، 5 ضرب 8 40، 0 باليد 4، و5 ضرب 2 10 و4 14، مجموع أول 10 حدود 140، ولكن نحن غيرنا بدال العشر حدود حطينا 20 حدا، قام طلع معنا المجموع 480.